احنا كشعب سوري مع وقف اطلاق النار وتفعيل المفاوضات لان يشمل كافه الفصائل الموجوده والفاعله على الارض ولها تاثير من كلا الطرفين، والا يستثني اي فصيل موجود على الارض، والا نحن نرفض المفاوضات جمله وتفصيلا، ولا نريد هذه المفاوضات، وسوف نقف ضدها ونقف مع الفصائل التي تستثنى. بالنسبة لوقف إطلاق النار في سوريا، نحن مع وقف إطلاق النار بدون ما يستثنى أي فصيل من اللي عم يدافع عن الشعب السوري. وإذا بوقف إطلاق النار نحن نوقف ضرب عن النظام، نحن النظام يضرب علينا، ونحن نوقف ضرب عن النظام، فهذا مثل كل مرة بيعملوها، فهذا ما اسمه وقف إطلاق النار ولا اسمه هدنة. وقف إطلاق النار من الطرفين. والله الاتفاق بيشمل كل سوريا، فها مطلب جميع. نحن شعب مسالم بنحب السلام ونتمنى هالعالم ترجع على بيوتها وعلى اهلها وترجع سوريا مثل قبل واكثر واحسن ان شاء الله، وهذا الشيء اللي نحن عم نسعى له، وان شاء الله الله يوحد هالناس مع بعضها ونرجع وترجع سوريا مثل ما كانت واحسن ان شاء الله. والله شعبنا هون كله مع وقف اطلاق النار بشرط انه يشمل جميع الفصائل دون استثناء، ما يستثنوا اي فصيل، لأنه نحن شعب مسلم ونحن تحيتنا على بعضنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإذا عم السلام على هالأمة هاي يعني مو شيء مستحيل ولا شيء عجيب، بالعكس يعني كل شعبنا هون مع وقف إطلاق النار بحيث أنه مثل ما قلت لك يشمل جميع الفصائل دون استثناء، ما يستثنى ولا فصيل، وإن شاء الله بيتم، ونحن سوف ندعم هذه التجربة وإن شاء الله وهالخطوة هاي. والله أخي بالنسبة للهدنة، الهدنة صار أنه وعدنا بهدن كتيري، والهدني ما مستحيل يعني ما حدا له ثقه فيها الهدني على الخارج، لانه جربنا هدن كثير ومثل غيره، وراح ننوعد وعد كلياته فاضي، وراح يصير قصف وضرب وطيران والعادي، ما في الهدني على الخارج. بالنسبه لهي الهدني نتامل ان شاء الله خير، بما انه في دول خارجيه عم تتدخل بالموضوع. اما بالنسبه للهدن السابقه، النظام هو اللي كان يخرقها على طول لان مبدا ما له، وهلا ان شاء الله نتامل خير. لا نقول إن شاء الله نحن مع وقف إطلاق النار ومنرحب بهذا القرار كتير كتير. نحن طلعنا في بداية هاي الثورة لرفع الظلم والقهر عنا وعن جميع أهلنا في سوريا. ما بدنا نحن نرحب ونوقف إطلاق النار في منطقة من المناطق ويتم إطلاق النار شغال على بعض من الأخوة إنا ككتائب أو فصائل كانت عم تجاهد في سبيل الله. نحن بدنا وقف إطلاق النار يشمل كل سوريا، كل مناطق سوريا، وبدنا بعد وقف اطلاق النار ناخذ حقنا اللي طلعنا مشانه ونحن في بدايه الثوره، حقنا الكرامي، حقنا الحريه، حقنا التعبير، حقنا الدولي اللي نحن نرغب فيها، هي دولي يكون تعطينا كل حقوقنا اللي نحن بدانا فيها في هاي الثوره. نحن روحنا شهداء وراحت بيوتنا وراحت بلدنا كلياتها، مقابل انه هذا نظام مجرم جاب مرتزقه على سوريا ودمر سوريا كلياتها. نحن ما بدنا وقف اطلاق النار اليوم وبكره يرجع علينا نظام ثاني مجرم قتلنا ويذبحنا مثل ما عمل فينا في هاي المرحلة اللي نحنا مضت من عمرنا 5 سنوات، من عمر أطفالنا 5 سنوات، تشردت الأطفال، تشردت النساء، تشردت الرجال. منرحب بفكرة إطلاق النار، ما عنا أي مشكلة. نحنا كشعب سوري نحنا شعب مسالم، نحنا شعب طيب، نحنا ما عنا الحقد وما عنا الكره للناس. نحنا إن شاء الله مع وقف إطلاق النار ومع سلامة الشعب السوري بكل أطيافه. نأمل نحن بأنه تكون الهدنة مثلا في صار كذا هدنة والنظام اخترقها، ونأمل نحن بأنه هاي الهدنة تكون يعني مرتقبة من جميع، تكون هدنة دولية يعني مو بس سوري، تشمل أنحاء سوريا جميعا، مو بس هدنة لمحل أو محلين أو ثلاثة، هدنة تكون شاملة كاملة للكل. والله رأيي أنه هدنهم كلها كاذبة، لأنه الشعب بهال6 سنوات يعني شاف منهم كتير خداع وكذب، لذلك ما راح يوثق لا فيهم ولا بهدنتهم، واكيد انه عم يعملوا الهدنه لصالحهم ما ولصالح الشعب، يعني لحتى يبيتونا لشغلي اكبر من الهدنه، وممكن يعني يضرونا بشيء اكبر من هيك بكثير، فما لنا ثقه لا بهدنهم ولا بتصرفاتهم. بالنسبه لي انا لا اثق باي هدنه بتصير فيها طرف روسي، بس اذا كان الطرف التركي فيها بيامن وقف اطلاق النار في سوريا كلياتها ووقف فعلي لاجل حريه المواطن وياخذ المواطن المراد اللي بده اياه اللي طلع مشانه، فانا مع هالهدنه بشكل كامل. طبعا الاتفاق الهدنه قد يكون مثمر وجيد اذا كان بيمهد لمفاوضات بتوصل الشعب السوري لنيل كرامته ونيل حقوقه الشيء اللي طلع من شانه، لكن اذا كانت الهدنه هي مجرد تقطيع وقت
تحصين مواقع للنظام ومسمى المتابعة للحرب من جديد. برأيي هي الهدنة هي مضيعة وقت ويعني شيء سلبي للشعب.